وجماعة تيديلي بإقليم ورزازات من بين المناطق الأكثر تضرراً من موجات التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة. سمك الثلوج فاق المتر ونصف المتر وأدى إلى قطع المسالك المؤدية إلى هناك. من جهتها تواصل مختلف السلطات مجهوداتها لفتح الطرق وفك العزلة عن الساكنة. من دوار تيزي بتيديلي نتابع روبورتاج نزهة عزيزي والحسن بالعليم. جبال تيديلي كما سفوحها لبست الرداء الأبيض. 3 أيام متوالية من التساقطات الثلجية عزلت الساكنة، قطعت الطرق وانقطع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات. اليوم بمجهودات السلطات والمواطنين فكت العزلة. من نهار الأربعاء لله وحنا محبوسين، الأربعاء الخميس الجمعة السبت الحد. جاو الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير وقاموا بالواجب ديالهم والله ينصر سيدنا. متروش باين اللي طهرنا فتا قديت بوزين حداك شليم. كيفاش عشتوا هاد الايام؟ حبسنا شي 3 ايام هادي كثار 3 ايام فاش حبسنا حنا، وملي خرجنا جيت هذا السوق نقضي واحد شويه. لازم يكون بخير. دابا حنا كنطالبوا غير بالطريق ديال الدواور، يدوزوا لنا الطريق هذا الدواور، حيت الدواور اللي حاصلين دابا. وما بالنسبه للطريق الكبيره دابا راه دايزه، المسؤولين الله يجازيهم بخير راه دايرين المجهود ديالهم. الى 170 سنتيمترا وصل سمك الثلوج في تيديلي. الطريق الرئيسيه نحو الجماعه فتحت، لكن الطرقات الفرعيه لا تزال قيد الاشغال. في اطار لجنه اليقظه اللي كتراسها اليقظه الاقليميه اللي كتراسها السيد العامل ديال الاقليم ورزازات، تم تعبئه ازيد من 86 اليه لازاحه الثلوج، حيث ان من 75 دوار في الاقليم اللي كان عارف الاشكاليه ديال العزله نتيجه ديال التساقطات الثلجيه، تم فك العزله على ازيد من 51 دوار. جماعه تيديلي على ارتفاع يفوق 1300 متر، الاكثر تضررا من موجه التساقطات الثلجيه، وهي ضمن المناطق المعنيه بالمساعدات الغذائيه لمؤسسه محمد الخامس للتضامن.